تضمن لي أبيع كويس لو اشتغلت تسويق إلكتروني؟ في الحقيقة إن نجاح إعلانك الممول أو الحملة التسويقية الخاصة بيك بيعتمد في الأساس على منصات السوشيال ميديا على عنصرين أساسيين. أول حاجة مفهومك وتنفيذك لعناصر التسويق الأساسية، تاني حاجة خبرتك في التسويق الإلكتروني. معظم الشركات اللي موجودة في السوق دلوقتي اللي بيقدموا خدمات تسويق إلكتروني هم في الأساس صناع محتوى مش شركات تسويق، ففي فرق شاسع ما بين التسويق والتسويق الإلكتروني. فاستحالة هتنجح الحملة التسويقية الإلكترونية الخاصة بيك مهما كانت تكلفتها إلا بتنفيذ عناصر التسويق الأساسية. إيه هي بقى عناصر التسويق الأساسية؟ رقم 1 المنتج، رقم 2 التسعير، رقم 3 المكان، رقم 4 الترويج. عندنا 4 عناصر أساسية زائد بقى الأوبشنز الإضافي الجديد اللي هو التسويق الإلكتروني مع الخبرة في التسويق الإلكتروني يساوي نجاح الحملة التسويقية الخاصة بيك بأمر الله. اتكلمنا مع بعض عن عناصر التسويق الأساسية وقلنا أول عنصر عندنا هو المنتج. إيه هو بقى المنتج؟ المنتج عندنا هو العنصر الأساسي اللي هنبني عليه الخطة التسويقية كلها، من أماكن بيع، تسعير، وخطة ترويجية اللي هنستخدمها بعد كده في التسويق الإلكتروني. في أسباب كتيرة لفشل الحملة التسويقية، من أهمها رقم 1 عدم وجود مميزات حقيقية لمنتجك. بتبيع منتج ملوش أي مميزات في السوق، ما بتلبيش احتياجات العميل في السوق في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا. ما ينفعش اروح اشتري منتج او ابيع منتج ملوش سوق دلوقتي واعمل له تسويق واعمل له ترويج واصرف عليه اعلانات قد كده وهو اصلا مش مطلوب في السوق. تاني حاجة جودة المنتج بتاعنا، لو انا لبيت اول طلب اللي هو احتياج العميل للمنتج ده لازم بعد كده جودة المنتج تكون ممتازة، تكون حاجة كويسة، حاجة تنافس باقي المنتجات اللي موجودة في السوق. رقم 3 هتلاقي وجود منتجات مقاربة لنفس السعر، لازم دايما السعر بتاعك يكون مميز، وبالاخص لو انت لسه براند جديد، لسه منتج جديد نازل السوق. عشان تقدر تنافس البراندات العالية اللي موجودة في السوق لازم على الاقل السعر بتاعك يكون كويس، ودوت اللي في الغالب اللي المنتجات الصينية بتعمله. هو عشان يقدروا ينافسوا منتجات عالمية جاية من اليابان او جاية من المانيا لازم يخفضوا السعر بتاعهم بقدر المستطاع، زائد بيحاولوا يعلوا الجودة بقدر الامكان. رقم 4 التغليف، لو التغليف بتاعك غير مناسب ومش كويس وما يليقش بجودة المنتج اللي انت بتقدمه ده ايضا بيسبب فشل في الحملة التسويقية اللي انت بتعملها. فالتغليف برضو عنصر مهم وعنصر اساسي من عناصر العناصر الاساسية للمنتج عشان خاطر يساعد بعد كده في نجاح الحملة. رقم 5 عدم وجود ضمانات كافية للمنتج، عدم وجود خدمة ما بعد البيع، ده كله بيأثر بالسلب على المدى القريب وعلى المدى البعيد للمنتج بتاعك. عشان كده لازم نهتم ببعض العناصر الأساسية قبل ما نختار المنتج اللي هنبدأ نعمل له تسويق أو تسويق إلكتروني. رقم 1 المميزات، وجود احتياج من السوق للمنتج، لازم المنتج بتاعي يكون فيه مميزات كتير زائد في نفس الوقت السوق يكون محتاج للمنتج دوت. رقم 2 لازم أكون بقدم منتج كويس جودته كويسة سعره جيد، ولازم يكون بيستهدف شريحة من الشرايح اللي هو كلاس اي او كلاس بي او كلاس سي. رقم 3 دراسة السوق ومعرفة المنتجات المنافسة ليه، لازم قبل ما انزل باي منتج جديد في السوق ادرس السوق كويس، اشوف ايه كل المنتجات اللي بتنافس المنتج بتاعي واعمل لها دراسة كويسة، اشوف ايه المميزات اللي فيها وايه العيوب اللي فيها وابدأ العب على البوينت دي. رقم 4 التغليف، التغليف والجيد وقيمة التغليف بتعمل علامة تجارية كويسة جدا للمنتج بتاعك، وبعد كده على المدى البعيد تقدر تعمل براندنج ويبقى دايما المنتج بتاعك ليه براند عالمية. رقم 5 ودي اهم حاجة بقى، وجود فريق خدمة عملاء للمتابعة وحل المشاكل بعد البيع، لازم دايما بعد المبيعات اللي انت بتحققها لازم دايما يكون في خدمة عملاء كويسة بتتابع مع العميل، بتتابع عميله في اي مشاكل في اي عيب في المنتج. تاني عنصر معانا من عناصر التسويق الاساسية هو التسعير. التسعير من اهم العناصر الاساسية في التسويق لانه المسؤول عن تحقيق الربح والخسارة، وهو من العوامل اللي بتساعد المستهلك على اتخاذ القرار للشراء. في شوية حاجات كده لازم نعرفها الاول قبل ما نسعر المنتج بتاعنا.
أول حاجة، ما هي تكلفة المنتج أو تكلفة الخدمة المقدمة للمستهلك؟ إيه هو هامش الربح المناسب اللي هيضمن لي بعد كده الاستمرارية؟ وقارنه في نفس الوقت بمعدل العرض والطلب في السوق. تالت حاجة، إيه هو سعر المنافسين في السوق؟ وإيه هو مستوى الجودة اللي هم بيقدموها للمنتج بتاعهم؟ رقم أربعة، إيه هي الشريحة المستهدفة؟ كلاس A، كلاس B، كلاس C؟ ما كل دي عوامل لازم أكون عارفها كويس عشان أقدر أحدد السعر بتاع المنتج اللي أنا هبدأ أبيعه. إيه هي بقى العوامل الأساسية اللي لازم أن أنا أكون عارفها قبل ما أختار استراتيجية التسعير المناسبة ليا؟ رقم واحد، مصاريف أساسية من رأس المال، كتجهيز للديكور، محل والشراء، المعدات والأجهزة، وديت بيتم خصمها في الوقت المناسب وبنسب متناسبة علشان خاطر ما يبقاش فيه خسارة على المدى البعيد. رقم 2، تكلفة المنتج أو الخدمة. لازم أحسب سعر المنتج أو سعر المادة الخام المستخدمة للمنتج، وديت دايما بعتبرها من رأس المال المتجدد. ما ينفعش أبدا إن أنا أسحب من الرأس المال دوت، لأن ده بيأثر بعد كده على حجم البيزنس بتاعي. رقم 3، مصاريف التشغيل. مصاريف التشغيل بتتضمن في إيجارات، كهرباء، مرتبات، مصاريف تسويق إلكتروني، مصاريف دعاية. كل الكلام ده كله لازم أعمل حسابه قبل ما أسعر المنتج بتاعي. لازم المنتج بتاعي سعره يكون مغطي لكل الأجزاء ديت، عشان ما أعملش دعاية وأعمل تمويل وأصرف وأعمل وبيع وأعمل حقق مبيعات وفي الآخر ألاقي نفسي ما بكسبش. يبقى قبل البداية في اختيار استراتيجية التسعير لازم أعرف إن الهدف هو التسعير في الحصول على أعلى ربح وزيادة الحصة السوقية في السوق. ده يكون هدفك في التسعير. في بقى في استراتيجيات في التسعير استراتيجيات عالمية الشركات الكبيرة بتعتمد عليها. أول استراتيجية عندنا هو التسعير على حسب التكلفة، ودوت هو حساب التكلفة الخاصة بك وإضافة هامش ربح يضمن لك تحقيق أهداف التسعير. دوت اللي هو للمحلات والمشاريع التجارية البسيطة. بعد كده في تاني استراتيجية الناس بتتبعها هو التسعير لدخول السوق، وده بيعتمد على بيع المنتجات وتقديم خدمات بأسعار أقل من المنافسين عشان أقدر إن أنا أخترق السوق. وده بقى الهدف الأساسي منها، إن أنا بجذب أكبر قدر من العملاء وأبدأ إن أنا أعمل شهرة للمنتج بتاعي، وده بيساعدني إن أنا بعد كده مع الوقت أبدأ أنافس البراندات الكبيرة اللي موجودة في السوق. رقم 3، في حاجة اسمها التسعير المتميز. ده بيختلف تماما عن التسعير اللي احنا اتكلمنا عليه قبليها اللي هو التسعير لدخول السوق. ده بيعتمد على تسعير منتجي بأعلى سعر، وديت بنستخدمها لما يكون المنتج بتاعي مش متوفر في السوق وفي نفس الوقت متميز عن كل المنتجات اللي موجودة في السوق. فأنا بنحقق وقتها أن أنا أحط أعلى سعر، لأن أنا عارف أن المنتج بتاعي ده مش موجود عند حد، مفيش حد يقدر يوفره، زائد أن هو الجودة بتاعته ممتازة جدا جدا جدا. رابع استراتيجية معانا هي التسعير على أساس القيمة. هي ما بتعتمدش على تكلفة المنتج وأسعار المنافسين، بل بتعتمد على حسب المنفعة أو الخدمة اللي بيحصل عليها العميل عند شراء المنتج. ودي طبعا بيتم استخدامها في الشركات بقى الكبرى اللي هي اصلا اوريدي خلاص نجحت في تكوين صورة ذهنية للعميل، وخلاص انا عارف ان انا كده هشتري المنتج دوت. دي حاجة على سبيل المثال زي شركة ابل. خامس استراتيجية عندنا التسعير على اساس العرض والطلب، وده بيعتمد بشكل اساسي على السوق والمستهلك. فعند زيادة المعروض ينخفض السعر، وعند انخفاض المعروض يزداد السعر. زي بالظبط كده لما كان عندنا ازمة في الكورونا وكان الكمامة طبيعي بتتباع بنص جنيه وبجنيه، وصل سعرها في الوقت ده ب5 جنيه وب7 جنيه وما كانتش موجودة أصلا. طبعا تكلفتها لا تتعدى الربع جنيه، ولكن كان بسبب زيادة العرض عليها أدى إلى ارتفاع سعرها. سادس استراتيجية معانا التسعير على أساس السوق، وده بيعتمد على تسعير المنتج على أساس السعر المتداول في السوق، ودوت بنستخدمها عندما يكون المنتج أو الخدمة الخاصة بيها مشابهة تماما لنفس اللي موجود في السوق، مفيش اي اختلاف. فخلاص انا هنزل بالمنتج بتاعي نفس الاسعار اللي موجوده في السوق، وبنافس بعد كده بقى بالخدمه اللي انا بقدمها او اللي بنقول عليها خدمه ما بعد البيع والسمعه الكويسه.